قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. الله يطول عمرك. الله يخلي لنا يزيد. هو اللي سيورينا الناس الفقارة. حسن العمول. ذبح أحمد. عندي 10 الوليدات. شوية معدبة معاهم شوية. ندوز العادة معاهم. محنن. لا شوية ما كيقراوش ليا. كان يقراو في الصغار ما بقاش يقراو ليا. اللي دابا كيخدموا عند الناس الفلاح. أنا خاصني محسنين يتعاونوا معايا وكلشي. ما الناس كيتعاونوا معايا ايه ما كانوش الناس ما ندير خزوات ياد الكوكوت ما كنكسب في راس مالي كتسفر والله ما عنديش اللي دخل يشوف ما عنديش طاير موش ما كنكسبوش انا نشوف من مسؤولين نشوف لي حالتي وكلشي ما عديش ما والو من دابا كنطلب نجي نطلب المهم كيجيو على الكابينه ديال هذا البلانش اليوم كنزوروا دائما هذه السيده حسنه عموري اللي هي من العائلات الفقيره من العائلات المعوزه هي استثناء على منطقه اقليم المحمديه اللي كتعاني لان عندها 10 الوليدات وكاينه بعض الوليدات 4 الوليدات ما مسجلينش في الحاله المدنيه جينا اليوم نزوروها في هذا الشهر رمضان الفضيل جينا نوفروا لها واحد التلفاز لان هي ما كتوفرش على التلفاز لان الوليدات كاين بعض الوليدات ما حتى الدراسه ما ولجوش للدراسه ديالهم لان الاغلبيه وليداتها ما كيقراوش في المدرسه لان عندها البنت يمكن الكبيره 25 سنه واخر وليد هو اسماعيل عنده تقريبا ما كامل سنه وكنحاول دائما ازروها ونساندوها ولكن الامكانيات اللي عندها ضعيفه هذه كناشد المسؤولين اي او المؤسسات المهتمه بالاسر المغربيه خاصه وزاره الاسره والتضامن باش نحاولوا باش نزوروا هذه السيده ونسجلوا وليدتها في الحاله المدنيه ويعني نتعاونوا معاه ولان الماء لان العيش الكريم هو الضوء والماء او الاناره او الماء لان الماء ما كتوفرش عليه وكنتمنى ان شاء الله نزوروها وكنراقبوها لان عندها المشكل على ظروف صحيه هي كتعاني بالصحه ديالها والوليدات ديالهم الوليدات ديالها كذلك كنحاولوا باش نازروها ونساعدوها ونتمنى ان شاء الله يتحقق الحلم ديالها هو تسجل وليدتها في الحاله المدنيه ويولجوا للدراسه لان اغلبيه الوليدات راه ما كيدرسوش في الدراسه هذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله.